ماشي خدمتي جوج بيران، جوج بيران، جوج بيران اللي خدمتي فيهم. دابا شي سم مابقاش كتسمع مزيان. السمع عندي مشكل فيه. والهضره ديالك ولات ثقيله. قيل الخدمه اللي خدمت في مسابيع ولي كلاب ديال ناطاسيون شحال من عام. موراها صافي قال شي دخلت شي وخدمت في بار الشركه اللي هو 17 وقتها. خدمت في دور في جوج ديال البيران في مدينه المحمديه وما كاينين في القصبه. مشاهدي حاله شرق انا شفت غير مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. القصه ديال هذا السيد اليوم هي قصه صادمه. هذا السيد هذا شيقول انه كان خدام في بار مده من 2005 يعني هو خدام في بار في الاخير سلاو عليه وما عطاوش رزقه. هذا السيد هذا قرر انه يمشي يخدم في بار واحد اخر. المفاجاه الكبرى هي انه دار كسيده ضربه شي طوموبيل وهربات خلات ان السيد يدير عكاكز. هذا السيد ما بقاش كيمشي ملي مشى رجع بغى يرجع للخدمه ديالو في هذاك البار حتى هما جراو عليه وفي الاخير كيتفاجئ انه المليوح حتى حد ما عقل عليه وحتى حد ما تسوق ليه. تيقول لك ان جوج بيران حتى واحد ما عطى ليه حقه. شنو السلام عليك؟ السلام عاودنا من الاول كيفاش تولي شي خدام في البيران هذا؟ انا الاسم ديالي خطاب محمد. انا خدمت في هذا البيران هذا بجوج كاينين في القصبه في المحمديه معروفين في مدينه المحمديه بطبيعه الحال. والبر الاول خدمت فيه من 2005 حتى 2019 شراو عليا قررت انا. علاش شراو عليك؟ شراو عليا شوف هما ما عرفتش انا على الصراحه السبب ما عرفتش. انت ما كتشرب ما والو؟ لا ما كنشرب ما كنكميمه. انا واحد انسان سبورتيف قبل نخدم في البيران كنت نخدم في لي كلوب ديال قلت لي انك مرضتي في راسك شي الهضره ولا شي كتثقل فيها كيفاش مرضتي في راسك؟ بسبب الماء لان كنت نخدم ميت خناجور معلم سباحه وصافي دي زاني والماء هو اللي دار لي هذا المرض ديال الودنين وثقل لي الصوت ديالي خلال الممارسه ديال الناطاسيون. ملي خدمتي في البار الاول علاش جراو عليك؟ ما عرفت السبب. المهم واحد النهار قالوا لي غتحبس الخدمه كنت انا مرضت واحد المرضى شويه جيت باش نرجع نخدم قالوا لي الا ما بقاش خدام مشيت دعيتهم ربحتهم في المحكمه الابتدائيه وربحتهم في محكمه الاستئناف وحنا في التنفيذ دابا مؤخرا في شهر 8 السيد اللي مكلف بالبار قال لي تجي باش يخلصوك مشيت هذا مول البار الاول صدق شي باقي ما خدمتش بار الثاني صدق تعيط لي على رجال الامن الدائره اللي كاينه تما تيقول لهم هاد السيد هاجم انا بالعكاكس ديالي هاجم عليه. قال لي السيد طلع للسطافيت قال لي انا راه ما هاجم راه عندي حكم انا راه في التنفيذ راه السيد قال لي خلص. يعني انت دعيتيهم وربحتيهم؟ ربحتهم. علاش دعيتيهم شنو هي التهمه؟ التهمه انا اضطرت تعسو فيه وبزاف المسائل واخا انت كنت خدام في بار يعني بار كيديروا فيه الشراب كيديروا فيه بزاف ديال الحوايج هاد البار هذا ملي خدمتي فيه واش كون ندير لك واقعي كندير لك راس انا اساس كندير لك كلشي لا لا وراق لا والو تيخدموا كيف ترجع الصوفي تيخدموا عشوائي تقريبا شحال من سنه عشوائي ملي كتقول ليه دير يا الوراق هذا فشي تيقول لك انا ما خدمتيش حتى كاين اللي خدم خدم فهمتي واخا شحال تخدم في البارا تقريبا من 2005 حتى 2019 من 2005 ل 2019 تخدم في البارا شحال كان لك في الصالير؟ شحال كتخلص؟ كانوا كيعطيونا في السيمانه في الاول 40000 فرانك شوي داروا لنا 10000 شوي 60000 فرانك. علاش هادشي السيمانه؟ السيمانه هادشي اللي كاين في الخدمه ديال خدمة البيران فيها الفلوس؟ لا مع الناس كتجيب شوية فلوس مع الناس كيدوروا معاك، أما بالنسبة للناس اللي مسؤولين كيعطوك واحد الصالير هابط بزاف. الى عودت على داك الصالير ما غادي 500 درهم السيمانه هي 2000 درهم الشهر 600 يعني هي اخر اكثر معاش كتبدا الخدمه ومعاش كتسالى كتبدا كاين بعد كثره تخدم في الصباح بعد كثره تخدم وقت ما عيطوا لك تجي تخدم ولكن اسمح لي حنا كنعرفوا البيران كيخدموا بالليل ما كيخدموش بالنهار كاين كيخدموا بالنهار بحال الخدمه الاخرى بار الثاني كنخدموا بالنهار مع ال 11 تنمشي مع ال 5 نرجع مع ال 8 نبقى حتى الليل. خدمتي في البار الاول جراو عليك؟ نعم. قلت اش غندير اش غندير؟ نخدم في بار واحد. حتى هنيت. كي درتي شوف دخلتي هذا البار هذا؟ واحد السيد صاحبي كيعرفني تلاقى معايا الله يذكره بالخير راه عمره دار. قال لي اسمح نحرك لي لا قال لي جيت هبطت راه كاين واحد السيد دابا شفت البار. صافي جيت يا هذيك خدمت معاهم من 2019 لدابا.
خدمتي معاهم كيفاش جراو لك؟ هادشي هادو ما جراوش عليا هادو الوقت اللي وقعت لي الحادثة. كيف طارك الحديثة عاود لينا باش الناس يعرفوا. الخدمة مع الوحدة لقيتهم واحد الباب كنخدم فيه غير سدوه من طرف كانوا مدعين معاهم المحكمة. الوقت اللي مشيت أنا خرجت وقعت فيه الحادثة مع الوحدة ونص الزنقة تما ضربني واحد الطونوبيل هرب أنا معقلتش على راسي جاو البومبيي داوني السبيطار داروا لي التصاور سبيطار مولاي عبد الله خداو من عندي 2440 درهم قالوا لي ما عندك والو سير بحالك. محمد نقدر نقولوا هاد القصيده هي رساله من عند الله سبحانه وتعالى باش تبعد من هاد الشيء؟ ان شاء الله باذن الله راه الاسباب كتكون خدمتي في الجبيران. ندمتي يا محمد حيت خدمتي في هاد البيران؟ بطبيعه الحال راه الانسان راه خدمه البيران. شوف نصح لي غير الشباب خدمه البيران مسلكه يا محمد. ويا دابا شنقول انا شي كلمه دابا الناس كتعطل هاد الخدمة لأن ما كاينش قلت شي قال لك كترشيد راه سلوان ما نقولش أنا شي واحد لا ما تخدمش ولا هادي أنا ولكن البيران يعني مش أي واحد يقول لك نبارة قلت شي كتخليك ما عرفتي شنو دير ملي كتشوف راسك مجوج عندك الكرا عندك الماء عندك الضو عندك مصاريف ما كاينش البديل كتعطل هادشي صراحة أنا شوية في شوية ديال المدخول كتعاون به راسك من خلال الزبائن داكشي كيعاونوك كيدوروا معاك داكشي. بالنسبه باش ننصح الشباب نقول لهم لا ما تخدمش ما نقدرش لان كل واحد والظروف ديالو كل واحد راه تلوان. انا تسفى التجربه والحمد لله على كل حال. محمد من 2005 وانت خدام 18 عام دابا وانت خدام شنو استفدتي من خلال التجربه ديالك ديال انك عارف؟ الحمد لله التجربه اللي دوزت هذه خلاتني مع الناس زوين كنت مع الناس جميع الناس كيقولوا راه عمرها دار هادشي اللي خلاتني مع الناس زوين واخا وقع لي هادشي الحمد لله الحمد لله على كل حال. دابا انت شنو باغي يا محمد؟ انا باغي الحقوق ديالي اول حق. شنو هما الحقوق اللي بغيتها يا محمد؟ هاد الحق ديالي هو تنفيذ حكم حنا في التنفيذ عندي الرقم ديالو عندي الوثائق عندي كلشي. انا كنطلب من المسؤولين اي مسؤول من صاحب الجلاله الله ينصرو انه يشوف من حال هذا الدرويش هذا الراجل اللي وقع ليه عندي حكم قضائي نهائي ثابت وحنا في التنفيذ وجميع البار كل البار الاول محسود هذاك محسود بالاسم ديالي انا عندي وثائق بانه محسود عندهم الحجز بالاسم ديالو هو هما ما باغيش سميتو هما ما باغينش خلصو كيمتانعو كيقولوا الناس حق تسالم محمد وتقريبا حكمت فيه المحكمه الابتدائيه ب 9 مليون ونص 9 مليون ونص كشعور وقواش لك ومشينا هما استانفوا مشينا السيناف ربحتهم في السيناف ولات شي 10 مليون وعندي 50 درهم قطيعه عن كل في النهار عن كل تاخير دابا راه 3 سنين دابا كتت سنوات هما كيماطلوا ما باغيينش يخلصوني كنمشي عندهم بلاتي احسن ما كيبغيوش اخر مره قال لي جيت تخلص مسؤول على هذاك البار الاول قال لي جيت تخلص من مشيت تجيب لي الضابط ديال الامن ديال الدائره تما تيقول لي هذا شي هاجم وانا بعكاكسي والضابط حتى هو بهاد الحاله غتعجب ايوا خويا هادشي اللي قال لي الضابط قال لي تجي هاجم قلت انا راه عندي حكم قال لي خلصوا قال لي ما بغيناش نخلصوا بحال هكا. محمد نقدر نقولوا بلي حسيتي براسك تحقرتي نقدر نقولوا بلي حسيتي بالحقره ملي جراو عليك بهذيك الطريقه؟ بطبيعه الحال الحقره هادي راه حقره في البلاد واش واحد خدام شحال من عام ويجي يقولوا لي فصلوه من العمل حشومه عيب راه حشومه هادي راه حقره. محمد نقدر نقولوا ندمتي علاش خدمتي في البيران؟ وا شنقول لك اخويا هذاك الشيء مكتاب لي نرزق تما مكتاب لي ما عندي ما ندير كانت عندي ظروف اللي خلاتني نتعطل هذه الخدمه هذه ظروف قاسيه الله اللي كان عالم بها. انا ما كرهتش انا نكون خدام في شي خدمه فيها سالير مزيان اللي نقدر ندير بها بيت واسره وهذه. فالناس راه الحمد لله الانسان راه كيمشي عارف ان شاء الله شريك. الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوا فيك دابا شنو تقول لهم محمد؟ بغيت نقول للناس المسؤولين انهم يشوفوا من حالي وانهم اذا كان عندنا اذا كان شي مساعده ولا شي حاجه يساعدوني يوقفوا في شنبي لانني انا ما عنديش من غير الله
وكنا شد مجوز عندك وليداش؟ كان عندي انا مطلق دابا من 2019 فهمتي، مفارق مع المراه في الكوفيد تفارقنا. المهم انا دابا كنعيش بوحدي. باغي حقك. باغي حقي. بس تعيش مية وتمن ودير شي بيعه وشريه حلالا طيبا ان شاء الله لبغى الله. قولنا رقم الهاتف ديالك بالنسبه للناس اللي بغاو يتعاونوا معاك والناس اللي بغاو يديروا معاك شي حل. رقم الهاتف ديالي 07-08-15-60-04. عاود لي الرقم ديالك محمد. عاود لي الرقم ديالك محمد. خطاب محمد 07-08-15-60-04. كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، هذه هي القصه ديال محمد اللي تيقول انه من 2005 هو خدام في البيران، خدم جوج ديال البيران، البار الاول جرى عليه، البار الثاني حتى هو جرى عليه القراصو، ها هو يعني بجوج عكاكز. قال محمد انني ندمت، ف انا بغيت غير حقي. يعني البار الاول كيتسالوا 9 مليون، البار الثاني شحال كتسالهم؟ كتسالهم دابا هاد الناس هادو البار الثاني كتسالهم انهم يعوضوني على الحادثه ديال الشغل، وانهم لانه هما جاو قالوا يحبسوا لي الصالير، رغم انني صيفط الوثائق للزيرو وصيفط، حيت هما كاينين دابا ثلاثه، كاين زيرو وكاين زيرو وكاين باترون، باترون ما كيتسوقش، يعني غير الزيرو هو اللي مكلف. زيرو صيفط لي الوراق، كان في الاول تيتعامل معايا مزيان، ملي شاف في القضيه غا طوال وشاف بان انا عندي اوبيراسيون هنا في الورك، شاف القضيه غتعطل ويزيد، وقال لي اخويا ما عندي ما ندير لك، الباترون الكبير حبس على كلشي، سير دعيه. وانا راه دعيته، مشيت عند الانسبكتور دو ترافاي، جاب لي من الورقه باش حضروا، ما حضروش معايا في المفوضيه ديال الشغل اللي كاينه زنقه سبته، ما حضروش شحال من مره، ثلاث مرات ما تيحضروش، يعني هما تيقولوا فوق القانون، هما ما كاينش يقد عليهم، ما عندهم الفلوس، هما كيعطيو ما كاينش يقد عليهم. انا كنطالب المسؤولين، اللي هو مسؤول كيشوفني دابا وعنده الحق في هذه القضيه انه يتدخل باش ناخذ الحقوق ديالي، لا من هذا ولا من هذا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي القصه ديال محمد اللي تيقول انه اكثر من 18 عام هو خدام في الحانات او البيران كيف ما كنقولوا. فكنتمناو من جميع الناس انهم يتعاونوا معاه، كنتمناو من زوال الخبره انه خلينا كامل تلقى السلطات انهم ياخذوا لي حقه ولا كان بصح مظلوم. الى هنا مشاهدي قناه شبقه، شفتوا فيديو هذا القدر على ان نلقاكم باش نباشر اخر. شكرا والى اللقاء.